أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تقرير التنافسية العالمية يرصد تقدما ملحوظا لمصر في العديد من مؤشرات ومعايير التنافسية. ووفقا للمركز، فإن تقرير التنافسية أشار إلى أن مصر حققت تحسنا في مؤشر التنافسية عام 2019 مقارنة بمؤشر 2018، وذلك في 8 محاور أساسية وثباتا في محورين، كما حققت أيضا تحسنا في 53 مؤشرا فرعيا وثباتا في 5 مؤشرات أخرى. وكذلك حققت مصر ترتيبا جيدا في 7 مؤشرات مستحدثة في التقرير الأخير بمحور المؤسسات.